السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده جايبين كل لانجريهات العروسه الجديده اللي وصلت سينيوريتا. زي ما وعدناكم جبنا بقى الالوان الجديده وجبنا كل الموديلات. عندنا منها الموديلات القصيره والطويله، ده غير كمان البيجامات. اتفرج على تشكيله حلوه قوي النهارده بالالوان المزهزعه الحلوه دي. ده غير كمان ارواب الصباحيه، عندنا أرواب صباحية البيضة، وكمان عندنا الألوان كله موجود وكل المقاسات. على فكرة المكان بيشحن لأي مكان. ده جايين نصور من عند سينيوريتا. سينيوريتا فين؟ احنا موجودين في اسكندرية سموحة. بص يا حبايبي، الشارع اللي قدام ده اللي عند الشجر ده اسمه شارع السوبر جيت القديم. لما حضرتك تنزلي مثلا محطة سيدي جابر ممكن تعدي النفق وبتلاقيه في وشك على طول. تفضلي ماشية فيه لآخر شارع فيها، تقومي جاية في أوله كده هتلاقوا خان أبو العيلة أهو، وأدي المحل اللي جايين يصور منه النهاردة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعدتنا باللانجري. قلت لكم الجزء الثاني. أيوة. لانجري. تمام. في حاجات جميلة جدا جدا جدا، برضو أكتر من عرض لازم تتعودوا علينا. حلو. اول عرض نبدا بالقمصان القصيره. تمام. القمصان القصيره يا جماعه ساره، انا هقول لكم الرينج لانه كل قميص من دول شايفين قد ايه، كله اشكال منوعه. تمام. بس كل قميص من دول ليه سعر. حلو. الاسعار دي ليها رينج بيبدا معاكم من 250 لغايه 350 جنيه بالنسبه للقصير. تمام. تمام. القميص القصير انا هعرض لكم حاجات، يعني بصي بسم الله الرحمن الرحيم. العين اللي معانا شايفين الجماعه. هلا انت بدك تركزي هون بالديتيلز لانه في ديتيلز وعلامات فارقه جدا. حلو. شايفين الجمال والتطريز بتاعه. تمام. بالنسبه للقمصان دي في حاجه ثانيه، الحاجات دي بتيجي فري سايز كلها. تمام. تمام. بتلبس لغايه 90 او 100 كيلو بحد اقصى. تمام. بتيجي ازاي بقى؟ في ليها حزامات من ورا، يعني شايفين مثلا ده حزام ظهر بيتفك، بتشوفوا تلبس القميص عامل ازاي. تمام. اهو في حاجات بيبقى ليها حزامين، بيبقى حزام ظهر وحزام وسط. انا هفرد لكم واحد او اثنين بس اعرفكم، بعدين بنكمل بقى اشكال. هلا هي موديل مثلا زي ده، شوف الكمال. بسم الله. شوف هو ده ايه؟ كم ده لسه طازه. ده كم كده ولا ايه؟ بصوا ده جديد. دي الحاجات الجديده بقى. بصوا القصير كده بتحط ده، بتحط كده. ايوه انت قصدي، لانه معمول هنا استك. ايوه تمام. بيبقى على الدراع هنا. حلو. ده برضه فري سايز. هنا عندك الظهر استك والوسط حزام. شايفين هاي اشكاله؟ شوف الجمال ده. وطبعا اي موديل، اي موديل لسه كامل بالوانه، يعني ده الموديل اهو كل الوانه اهو اللي هو الموديل اللي شفناه دلوقتي. الوان اي تمام. موديل بالوانه تلاقوا. بسم الله بنكمل الموديل ده كمان التحفه دي. ده رقيق اهو، شايفين من ورا عامل ازاي؟ حلو قوي. شايفين الجمال كله بالوانه. اي شوف الجاكارد رهيب، ده مشيته ساتان جاكار، ساتان ده حرير تركي. مستورد كله، الديزاينات دي كلها سوري، مصانع سورية. تمام. انما بالنسبة للخامة ده حرير تركي. حرير تركي. شايفين الجمال؟ وفري سايز زي ما احنا فري سايز. احنا متفقين على الفري سايز. وحزام الظهر، هي انا شرحت لكم اكثر واحد، بعد كده مش هفتح. تمام. الا وفي شغل بالظهر. حلو. وده موديل كمان، شوف التل ده. ده جميل. ده برضه موديل من الموديلات الجديدة. شايفين كم طبقة تل؟ الله ينور. حلو. شوف الجمال. هي اشكال. شايفين؟ تمام. كله اي موديل في منه الوانه. بصوا يا جماعه ده، شوفوا التحفه دي، شوفوا الرقم، شايفين الشياكه؟ حلو قوي. اي موديل بالوانه اصفر. ليك انت مدام انا بعرف. ايوه حافظك والله. كل مره تركزي بالاصفر بالعبايه بنور بالانجلي بكل حاجه. بصوا بقى ده كمان، الله الاحمر بقى ده. شايفين الجمل؟ ايوه. هاي للعرايس. هلا دلوقتي يلا يا عروسه شدي حيلك خلاص. ايوه العرايس اللي قربت تتجوز وكده كل اللانجريات اهي موجوده. شايفين الجمال؟ تمام. ما راح تجهزي غير من سنت على فكره، برضو الحاجات دي بالفرعين. عندنا محل بنت الشام بس. ايوه. العبايات سينيوريتا بنت الشام ده تبعنا برضو. اللانجري ده كله موجود بكارفور ستلايت. تمام. تمام. وهنا برضو بسموحه شارع السبرجت القديم. ايوه. شوف التحفه دي، شوف حلوه قوي. شوف من تحت، شوف الجبير تبعه. الله ينور. حاجه اخر شياكه. الله مشجر. شوف الجمال ده يا جماعه، كله في منه الوان. اي موديل بتشوفوه ده شيفون من تحت، طبقه شيفون. دي طبقتين ده. طبقه شيفون، طبقه ساتان شيفون، طبقه الساتان. حلو قوي. شايفين الجمال؟ احنا قلنا الاسعار عشان لو الناس لسه بتتفرج على الفيديو. من 250 ل 350. ايوه للقصير. بالنسبه للقصير 250 لغايه 350. ادي المشجر اهو كمان. شايفين الجمال؟ اشكال
مثال كثير هالمرة والله جايب لكم تشكيلة لانجري جميلة أي قوي. أي عروس بتحكي فيها. جماعة الجبير هنا. شوف التحفة. ده في منه هلا بشوف لسه في الطويل. أيوة. تمام. حلو قوي برضو. بصوا بقى ده. ببيدول. ده في بالرق. في بالرق هنا بقى. أيوة. ده قطيفة. قطيفة كده. كله جميل جدا. الوانه بصوا فوق اهو في منه روز وفي منه مستردة وفي اهو سيمون. سيمون تمام الله ينور. بس في حاجه تانية ده برضو طبقتين، طبقه شيفون فوق وطبقه ساتان، طبقه ساتان تحت. ادي الحاجات الحلوه بقى. ده استك ظهره كله استك. ايوه شايفين التحفه كله بالوانه. انت الوانه قد ايه؟ ادي الوان كل حاجه بالوانها. الوانها كمان جميله. كل موديل في اقل حاجه 8 الوان. تمام. شوف الاحمر الجميل ده الله ينور. حاجات بروبرو اهي. وفي يونكي. تمام. هاي الوان هاي الازرق ده. بصوا ده كمان. شوفوا ده نظام محير. الديل من ورا. وصاير من قدام و. الجبير بتاعه. شو أيوه. جميل برضو. حاجة كلاسيكية رائعة جدا دي. شوف على هالموديل. بصوا ده. قلوب قلوب قلوب. جميل. هاي تلبيسة شايفين قد ايه؟ ايوه. جميل جدا جدا جدا. هاي الوان الوانه اهي نبيتي احمر روز اصفر كل الالوان. تعال نشوف الحاجه الثانيه. شوف قد ايه رقيقه. شغله كثير كثير حلو. هذه سنبه برضه في منه الوان كلها. ادي الوانه اهي في الالوان تبعه كمان كثير كثير حلو. ايوه الله في الفيونكة اللذيذة دي. بصوا جميل. حلوة قوي والله يا شيخة. وألوانه هي موجودة برضه. ألوانه هي برضه أخضريكة. ده تحفة. هذا في منه كمية ألوان تمام كتير قوي. هدي كده إيه إحنا كل حاجة بنوريها لكم. هذا شوفوا شوفوا الدين من ورا. هذا لازم شايفين. حلوة قوي. عمول لي تل من ورا كده. تمام. جاكار تايجر تحفة. طبقتين تل بساتان جاكار تايجر. الله. بصوا الشيفون اللي تحت حلوة قوي. شوفوا الجمال. لا الشيفون اللي تحت اصلا عليها شغل. عليه شغل وردات كده. شايفين الوردات الطايره دي؟ جميله. شايفينها؟ الله ينور. اسود موديل ده فخم بالوان. هلا بورجيك الوانه كله. شايفين ده اللي هنا من الجناب كمان. وعلى الجنب على الجنبين دول شايفينه؟ شوفوا الجمال ده تحفه. الوان كتير حلوه. ادي الوانه ايه؟ الوان 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 الله ينور. الوان كتير منه حلوه قوي. شوف اللي بعد الموز ده اللي بعده بقى. بصوا الجمال الله ينور. ايوه جميل قوي. بصوا ايوه اللون الجميل ده. ده لون بتون حلو قوي. شوف الشغل اللي تحت شايفين. حلو. حاجه اخر شياكه والوان كله الوان. بصوا ده طبقات جدا جدا. هلا في بس كم موديل هيك تلاقي سعرهم شوي على هذا 350. ده 350. ده يعتبر من اغلى حاجات الموجوده. تمام. حلو قوي. شوف كم طبقه وشوف شغل الجبير اللي فيه. موديل مكلل رمز للفخامه. شوف على شو عامل ازاي. تحفه 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 بجد بامان بالوانه بكل دي الوانه هي. شوف اللون الكحلي الازرق ده الكحلي بتاعه حلو قوي. الكحلي تبعه رهيب. السيمون تبعه احلى واحلى. الله ينور. الوانه كتير حلوه الموديل. هاي الموديل اصفر. شوف بقى الاصفر اصفر. ايوه شوف الجمال بري. ايوه هذا فيه بري. شايفين الجمال وبرضه من ورا مشغول. شايفين حلو قوي من ورا ومن قدام. تمام. ده تحفه برضه. ده حاجه كده محير برضه. اهي شايفين الجمال. تمام. ده محير قصير من قدام وطويل من ورا. تمام. ندخل على التاني اللي هو ايه عرض القمصان الطويله. ماشي. دلوقتي القميص الطويل هنمشي. أيوة. برضو واحد 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 نلف بيهم. يلا نلف. تمام. هنبدا من اول هنا بس. تمام ولا يهمك. نبدا. لسه في موديلات قصيره. استنوا عشان دي تحفه. الموديل ده رهيب. ايوه فعلا. انا اسف جدا. لا لا ولا يهمك. بصوا بقى يا جماعه ده شوفوا على التحفه. الله ده جميل جدا جدا جدا. تمام. ده في منه طويل وفي منه قصير. سيمبل برضه. ده رقيق جدا. تمام. بصوا بقى ده كمان. ده كمان حلو جدا. لسه في قمصان قصيره. تمام. بصوا ده برضه كم الفراشه ده. تحفه بمعنى الكلمه. شايفين؟ شايفين الجمال؟ شوف الشغل بتاعه. الجبيرات تبعه. الجبير تبعه عالي. ده من القمصان العاليه شويه. ده العاليه.
هلا حنكمل بقى للطويل. يلا تاني. ماشي ده عرض طويل. تاني اسعاره في من اول 300 تمام لغايه 425 جنيه تمام من 300 لغايه 425 الاسعار مشكله تمام نبدأ ادي الطويل بسم الله شوف الجمال ده الذهبي ده شايفين التحفه دي شوفوا كده الموديل كده ما بيخلصش ده برضو فري سايز ها ايوه شايفينهم اهو ده حزام من هنا ومن هنا وده حزام ظهر ووسط تمام بصوا الشغل اللي ورا شوفوا الجمال شايفين التحفه ده اول واحد عندك ده تاني الجاكار. واحد الستان الجاكار حاجات دي بالفرعين يا جماعه فرعين الموديلات دي باذن الله تعالى موجوده بالفرعين الكارفور ستلايت السيوف محل بنت الشام جنب اورنج المحل ده وهنا بسموحه شارع السوبر جيت وده بقى المشجر احنا شفنا زي القصير بتاعي في منه طويل اهو كل القصير بتاعه اهو ايوه ده القصير بتاعه وده الطويل اهو ده الطويل بتاعه روعه اللي في النص ده جبير ده جبير عالي حلو قوي وبالوانه طبعا شوفي لي على الدرس اوه هذا مره بصوا بقى ده كان سهره ولا مش فاهم بصوا ده روعه ده بصوا الشياكه جميل جدا 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 شوفوا من ورا الطبقات ده طبقة ساتان يعتبر قميص قصير وملبسينه قميص طويل من تحت كثير شغل حلوة قوي ايه تاني؟ شوفوا ده جميل ده في بريق بصوا بقى ده البريق شايفين اللفة دي هيك معمولة كده لغاية هنا شايفين برضه فري سايز حلو قوي شوفوا الوسع من تحت جميل تحفة هذا مستر من شوية شفنا القصير بتاعي كنت ناسي اهو طويل شايفين الجمال الله ينور حاجة سمبل على فكرة رقيق جدا الموديل ده طبعا كله أي موديل ألوان أي موديل ألوان أي موديل في منه ألوان الموديل ده ده زي اوف شولدر كده في كم ده ولا الشيفون ده ايه؟ ايوه زي كم كده ايوه كده تمام شوف هنا الديتيلز انت بتحب الديتيلز أيوة. شوف الورده الرقيقه الورده العسل دي بصوا ده تحت الكورنيش ده في الكروس في دي في انت في شباكه هنا في شباكه اهي شايفاها الله ينور ايوه شوف الموديل ده برضو في منه تقالي القصير في منه قريب لي قصير ده بيجي بالبنت بتاعه بالوانه كتير كانت بتحبها قد ايه كل دي الوانه تمام الموديل الرهيب ده شوف شايفين الجمال ده قصير من قدام وطويل وليه زي ديل من ورا بس الديل بتاعه مش اي ديل بصي بصي يا رضيله هيك جميل الديل ده بقى حلو قوي التحفة خطير بالوانه خطيره برضه اهو خطيره ده زي ده شفناه الاسود القصير ده الطويل بتاعه الشباكات اللي على الجنب ايوه اهو لغايه هنا ومن هنا لغايه تحت بس ده الطويل بقى بتاعه بالوانه برضه نفس الالوان شايفين الجمال ده كل الوانه موجوده اهي هلا هاي موديل كمان شوفوا ده تحفه جدا ده طبقتين طبقه تل وطبقه ساتان شايفينهم حلو قوي دول طبقتين فوق بعض وشوفوا الشغل تبعه وبرضه فري سايز اهو من حزامين الأمينة متخبي معانا ورا استفضل على الساحة ايوه شوفوا الجمال ده برضه محير الديل بتاعه الديل تبعه ده تول شايفين الجمال والساتان تبعه ده جاكار منقوش اللون ده غريب مش أي موديل هو قلب الخصاية ده جدا بستاجل فاتح شوف اللون من ورا جميل والشغل شايف الشغل من ورا جميل ده جميل جدا وألوانه برضه عندك حاجه برضه شبه كده شبه كده هنا عنده كم موديل بقى هيطلع من كابول ده ياما قوي موديل اثنين تمام تمام شايفين الجمال لسه ده من غير كب الناس تسال من غير كب الناس اللي بتحب الكبات ده سيمبل جدا سواء الساده تبعه جميل وسواء المشغل تبعه جميل اجمل الله ينور الاثنين احلى من بعض حلوين قوي شوفوا بصوا ده الخطيره خطر ده شوف ده خطر جميل شايفين الجمال تمام تحفة ده جاكار شوف النقشة تبعه النقشة تبع الساتان نفسه جميلة ده كله ساتان تركي حرير ولا ده يا سلام يا سلام يا سلام على سينيوريتا الله ايه الجمال ده حلو قوي ايه الجمال ده والحلاوة دي بسم الله ما شاء الله لسه شوف يا سيدي
شوف التحف، شوف حلو قوي. بس السيناريو ده بالفرعين، بالفرعين بسموحة شارع الصبر جبت القديم امام القلعه الاسلاميه اطفال. بص الشغل ده حلو قوي، الشغل اللي فيه ده جدا. شوف هنا طبقه اثنين ثلاثه، شايفين الجماعه؟ شوف جميله انت شايف الطول قد ايه من تحت. جميل جميل، ده خطير. شوف اللون الروز ده، يا ربنا خطير. قمر قمر قمر، شوفي 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 شوف الديل. انا بدي اطلع لكم بس الديل تبعه كثير حلو. ده مصروف عليه جامد. بصوا ده الديل مصروف عليه جدا. ايوه شايفين الجمر. الله ينور. حاجه حلوه ثاني اهو. شايفين ده محير برضه قصير من قدام وطويل من ورا، هو الوانه كله موجود. هاي الالوان شايفين قد ايه؟ كل الوانه موجوده. هاي موديل كمان، شوف على التحفه. ده طبقتين، شايفين طبقه التل اللي فوق؟ ايوه، والساتان اللي تحت. تمام، وفري سايز وكل حاجه متوفره. اللي شوف بصوا الجمال بقى الاخضر ده. شوف فاكرين بس كده؟ لا ده في ورا شغل كمان. شوف التحفه ده حلو قوي. شايفين الجمال؟ مستخبي. طلع لنا مستخبي يا عبيد. ده مستخبي. الله، بتهيألي في موديلات فوتها مستخبي بس عادي. حلو قوي الله ينور. في كمان ده من غير كب. شوف شوف كم 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 طبقه التون. شوف قد ايه؟ شايفه كم طبقه؟ بصوا من عند الصدر اهو، الصدر بتاعه جميل. ده بنظام اكس او تلبيسه واسع من غير كب. حلو قوي. شايفين الجمال؟ كلها كل الالوان بتاعته موجوده. شايفين قد ايه الوان؟ حلو. وفي برضه حاجات زي كده ارواب وقمصانها. قميص ارواب زي ده. بصوا يا جماعه الله، وشوف الروب تبعه برضه جاكار، يعني حاجه برضه مصروف عليها. في رواب لوحدها، ده رواب بس لوحده مشكر. في الطويل وفي القصير بتاعه، برضه في ساده. تمام، شايفين في اهو الازرق وساده وفي منه خامه جاكار. ايوه تمام، يعني في اشكال كثيره. هلا بدنا نجي لقسم بيجامات الهوت شورت. تمام تمام، الهوت شورت اهي. شوفي على التحفه دي اسعارها برضه متفاوته، في ب 300 ب 350 كده. دي بجامه شورت والكاب بتاعها. دي شورت اهو، والتوب بتاعها. ايوه، وفي معاها القميص اللي فوق بيبقى. هاي موديل عندنا، موديل الجاكار ده، ده موديل تاني. شوف الشغل تبع الشورت بتاعه، شايفين الجمال؟ شوف البيجامه ذات نفسها حلوه قوي. زي دي ثلاث قطع، بتجي عباره عن الكاب بتاعها اللي فوق اهو، شايفينه؟ ده لوحده. وعندك هنا الجيبه، دي جيبه ها. تمام، وبيجي فوقها الروب. حلو قوي. دي ثلاث قطع، حاجه زي دي قطعتين اهي، البيجامه والشورت بتاعها اهو. تمام، شايفين الجمال؟ شوف الفرنكه اللذيذه دي اللي فيها. ايوه، جرى زي دي. ده شفنا قميص وشفنا منه بيجامه وشفنا منه قميص طويل، طقم كامل. أيوة. مع بعض بالوانه طبعا. في الموديل ده مثلا، ده جاكار التايجر. شايفين الجمال؟ شايفين الجبير اللي عليه؟ شغله كتير حلو. في قمصان وبيجامات طبعا الصباحيه والحلويات، الحاجات الجميله جدا 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 دي. هلا في عندنا مثلا بيجامه شبه دي ثلاث قطع، بتجي الروب دي اول حاجه، الروب جاكار اهو شايفينه، وبيجي تحته القميص تمام، والبنطلون معاهم. تمام، شايفين دي ثلاث قطع طبعا ليها الوانها. الاسعار ايه بقى؟ هلا بص البيجامات دي اسعارها من بين 450 لغايه 550، من 450 ل 550. ايه. تمام، هلا في عندك زي كده بيجامات اهي، شايفه التحفه دي؟ جميله قوي. شوف القميص تبع، القميص تبع من غير كب ده، والبنطلون برضو موجود معانا. تمام، دي وحتى الوانها كلها موجوده، احمر الوانين، الوانها كثير حلوه. عندنا حاجه زي كده بتبقى حماله، شوفوا شغل البنطلون الجبير اللي عليه، شايفين الجمال؟ وهي جاكار برضو بجبير، دي قطعتين. هي كمان دي بجامه برضو، دي بجامه جميله جدا. حلوه قوي، شايفه الجمال؟ تحفه جدا. قمصان بروبا اهي كده، ده قميص بروبو بس قصير، بس زي وريته الطويل اهو القصير بتاعه. تمام، في زي كده اهو. حلو، في حاجه ثانيه برضو. دلوقتي هنخش على الصباحيه. تمام، في عندنا اشكال كتير للصباحيه بالنسبه للقصير. ايوه جماعة، بالنسبه للقصير اسعاره من اول 450 جنيه، من اول 450 جنيه، من اول 450 جنيه ب
يوصل لغاية 600. ده بيختلف بحسب شغل الموديل، واخد قد ايه جوبير، واخد كده يعني حسب الشغل، خامة التل بتاعه، التل بيبقى مشغول ذات نفس التل، ده بيختلف بقى من قميص للتاني. ماشي كده اول موديل من اول 450 لغاية 550 او 600. تمام، شوف الاشكال دي، ده هم برضو بيجي يعني ده زي ما زي القمصان. هنا شوف في حزام من قدام فكينا دلوقتي، حزام من ورا برضو بتفك بياخد شكل الجسم. حتى القميص انا لازم اوريكم دول لانه الباقي كله على هذا المقياس. القميص بتاعه برضو نفس المبدا، شايفين حزام الظهر بتاعه اهو نفس المبدا بالضبط. حوريك دول ماما ما راح تطول فيه لانه اي موديل حاسحبه هيطلع وراه موديل ثاني. ايوه لانه ده كله اشكال مختلفة. مختلفه تمام، فاي موديل حاسحبه هيطلع موديل ثاني وراه تماما. يعني موديل شايفين التحفة؟ شوف الجبير بتاعه، هم لك ده كل موديل بيختلف التول بتاعه مشغول عليه ايه، شغل القميص اللي جوه ايه كده. ده اللي بيخليه في فرق بالسعر بيناته. شايف الجمال؟ هو اشكال كتير، انا يمكن غالي شوية بس هو حلو، يعني هو حلو متعوب عليه. شوف الشغل تبعه، شايف الشغل ده متعوب عليه جدا جدا، مش بالساهل والله. شوف الكم بتاعه، يعني حاجة شياكة جدا جدا. وخلي بالكم انا عم اقول غالي بالنسبة لاسعاري انا اللي ببيع فيها، بالنسبة لبرا لما تسمع الاسعار حتلاقيه رخيص جدا مقارنة باللي هتسمعيه برا. والله باللي هتسمعيه برا انا بالنسبة الي انا، لانه ريم سعر بجيب حاجات عالية ببيعها بسعر كتير حلو، بس بالنسبة لبرا ده انا بالنسبة لي يعتبر غالي. شوف التحفة دي، شايف الجمال؟ تمام. شوف التل بتاعه، شايفه ده مثلا التل بتاعه ذات نفسه، التل ده مشغول، وشوفي كم طبقه، يعني ده بيفرق برضو. عشان كده انا بقول لكم ده فرق الاسعار. ده القصير، ده بالنسبه للقصير. برضو في الوان، بصوا في الوان كمان، ده كمان في منه مش الابيض ألوان. بس يعني الناس اذا بدها تاخد الوان برضو، في ناس تاخد ابيض وبتاخد الوان. حلو قوي. وهي موديل تاني، شوف الجمال، الله لانه جميل قوي. وهي موديل كمان عنه ما حد يحوش. تعال دي الموديلات القصيره، وسهلا لما تصرف فلوسك والله تبقى صرفتيها بحاجه حلال. تمام، خش على الطويل. يلا الطويل في عنا رينج اسعار برضو، في من 500 لغايه 650 برضو، زي الفكره بتاعت التانيين باختلاف الشغل بتاعه. شوف الجمال ده، حلو، شايف التحفه، يعني حاجه منتهى الشياكه. الجبير تبعه رقيقه، الناس بتحب الحاجه السمبل، ناس بتحب حاجه فيها شغل. شوفوا ده اهو، شايفين فيه شغل، فيه شغل شغل برضه متعوب عليه. القميص ده تحفه جدا سواء من بره سواء من جوه. شايفين الجمال؟ حلو قوي، جميل جدا. شوف الشغل تبعه قد ايه، ده كله متعوب عليه. طويل بالقصير منه، طويل بالقصير منه تبعك. بص الحلويات، شوف الجمال، الله، ده الطويل بتاع القصير اللي قلتلكم عليه، حلو قوي جدا بامانه. الموديل ده الوان، في بقى الوانات بقى، شايفين الوانه نبيتي. في منه نبيتي، الله، شايفين الجمال، هاي السيمون خطير، حلو جدا صراحه. كحلي لسه على احلى، كحلي ده ولا موف؟ كحلي صح، شايفين الجمال، جميل، الوانه كلها حلوه، الله ينور. يعني في اشكال، يعني هاي سحبت شكل او وراه شكل، في وراه شكل تاني. ده مش ذنبي، ايوه ده ذنب انه عندي موديلات كثيره. الله ينور، الحمد لله. جمال جميل بصراحه، شايفه شغل الجبل تبعه تحفه. ازاي ما يجي لك قلب تسيبيه وتمشي؟ والله ما حدا يجي له قلب، والله ما حدا يجي له. مثل طويل ده نسيت اعرضه، ده برضو جاكار، شوف شغله من ورا. ما قلت لك في حاجات نسيها؟ انا قلت لك في حاجات نسيها، ايوه فعلا. بقى الالوان بقى، شوف التحفه ده، ايوه ده اللون ده، لون خطير جدا جدا، حلو قوي. شايفين الجمال واشكال، اشكال ما تعدوش، هتلاقي شكل كل ما تقلبي موديل زي ده ابيض. ده فكره جديده، حاجه جديده، وكل حاجه فيه جديده. شوف الشغل من تحت بتاعه، لا خلصنا، بنخلص بالكابتشو، بالكابتشو كانك لابسه طرحه الفرح. والله يعني حاجات جميله جدا صراحه. بالله في يعني في اشكال كثيره، انت بقى حسب اللي انت عايزاه خشي بتختاري، بتنقي اللي يناسبك واللي يجي مع مزاجك ودماغك. تمام، وبتختاري وبتنورينا، وبالفرعين بكارفور السيوف جانب اورنج محل بنت الشام. تمام، وهنا بسموحة شارع السمرجت القديم امام القلعه الاسلاميه اطفال. الله ينور، اما الشارع في خان ابو العلا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرين يا عوالي، اهلا وسهلا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك واشتراك، وشكرا وسلام.